لسه اول زياره، لسه ما قلناش زيكم، فوجئنا بالحمد. مبروك. الله يبارك فيك. ما كنتش مصدق. انا جاي مش مصدق، انا جاي اصلا سبحان الله جاي خايف. لا والله تبارك يعني. ان شاء الله خير. الحمد لله. كنت خايف عشان قطعت مع الشهر اللي فات. سبحان الله من. سبحان الله الحمد لله على كل شيء. كنت جاي احس ان انا هعمل عمليه منظار، كنتش في دماغي خالص ان انا هعمل هبقى حامل اصلا، بحس ان انا عندي مشكله. الحمد لله. عندي 23 سنه من بورسعيد. رحت لدكاتره كتير جدا. المشكله عندك، عندك دهون، عندك كان عندك ياس وقدام المشطات وحقن تفجيريه وبين حاجات كتير وادويه حرق. والمشكله عندك في الوزن ومش هينفع تحملي لما تخسي. فعلا بدات اخس شويه، وسبحان الله قلت ما عادش اروح للدكاتره ولا عدت اروح الدكاتره تانية. ايه قلت هتيجي من عند ربنا. الحمد لله وسبحان الله ما رحتش للدكاتره ولا رحت لحاجه، وجت من عند ربنا. لو كنت بتلعب رياضه وانت حامل قبل الحمل كملي رياضه وانت حامل، خلاص كده وما تبطليش. في كتير جدا من الناس او ما يحصل حمل لا اقعدي ما تتحركيش ما تعمليش، كل كتير انت اتنين دلوقتي، ما تعمليش دايت، ما تعمليش كذا، ما تعمليش كذا. في اخطاء رهيبه جدا بتتقال للحوامل، عاوزين نصحح المفاهيم. رقم واحد، عمر ما كان الحمل معناه قعده بيت وقعده سرير. ليه؟ لان قعده البيت وقعده السرير بتقلل الدوره الدمويه، بتقلل الدوره الدمويه بتزود الجلطات، فرصه الجلطات. عمر ما كان الحمل معناه ان احنا ما نلعبش رياضه، لكن بنلعب رياضه. لكن شروط الرياضه اللي بنلعبها زي ما حضرتك كنت بتسالي، واحد ما نعرقش كتير، فبنلبس ساونا، نخش الساونا او نلبس حاجات تايت ضيقه او نسخن. ليه بقى؟ لان درجه الحراره العاليه تعمل انقباض للرحم. بس الكلام لازم نفهم. اتنين، بعض الحركات الرياضيه المسموح بيها وحاجات غير مسموح بيها. المسموح بيها نتمشى مشاية بسيطة على مهلنا، لكن في ساعات واقفة بتتحرك وسطك يمين وشمال، ده ممنوع، لان الجيركي موفمنت ده تلق الرحم جامد جدا فبيبقى فيه مشاكل. لكن بلعب بتمشى على المشاية وده اهم حاجة. لكن انت بتشوف الكور البالونات الضخمة والحوامل في نهاية الحمل بيقعدوا يلعبوا بيها. هل الناس الحوامل بره مختلفين عن الحوامل اللي هنا؟ لا. ده بيحصل ايه في الاخر؟ انها بتوسع الحوض. يبقى معنى كده ان الرياضة مطلوبة. طب ليه كمان؟ لان الحمل السليم في الجسم السليم. لان لما بلعب هاخد سوائل وهشرب مية، والمية بتزود حيوية الجسم وديناميكيته. فمبروك ونكمل وناخد بالنا من اكلنا. بلاش الاكل اللي فيه كربوهيدرات كتير. الاكل الموزون المتوازن العادي اللي احنا عارفينه، خضروات، لحوم، نقلل الدهون ونقلل السكريات، لان الحمل غصب عنك تلاقي نفسك بتملي للسكريات. هنقلل السكريات ونتحرك كتير. نرجع بورسعيد عادي، مش هناخد الاقامه في القاهره، عادي نرجع ان شاء الله. وانا فرحان ان انتوا فرحانين وانا فرحان معاكم كمان، والف مبروك، شرفتونا.